مشاهدينا حياكم الله في هذا الموجز من قناة طنانسح. خرج عدد من المواطنين بالعاصمة الليبية طرابلس الاثنين في مظاهرة، وذلك ضمن حراك 25 من سبتمبر. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لثورة 17 من فبراير ومنددة بمجرم الحرب خليفة حفتر والحكومة المقترحة. هذا ودعا المتظاهرون جموع الناس إلى المشاركة في التظاهر المقامة في ميدان الشهداء، وذلك بحسب ما رددوه من شعارات. ننوه إلى أن هذه الصور كانت تصلنا من ميدان الشهداء قبل قليل مشاهدينا. تصلنا قبل قليل بحيث أن العديد من المواطنين الليبيين أصبحوا يدخلون لميدان الشهداء للمشاركة في هذه التظاهرة وحركة 25 من سبتمبر. أكد المرشح السابق لرئاسة الوزراء ومنظم حراك 25 سبتمبر عبد الباسط قطات أنه سيكون موجودا في ميدان الشهداء اليوم، وأشار إلى أن المظاهرة ستكون سلمية ولن يقف أمامه أحد على حد تعبيره. هذا وأضاف قطات في لقاء خاص مع قناة طنانسح أنه سيعتمد في حراكه على الشباب، مشيرا إلى أن الأزمة في ليبيا تكمن في الاقتصاد وليس في الأمن. هذا وجدد قطات رفضه التام لتسييس الأزمة الليبية ورهنها لجهات إماراتية أو قطرية، مضيفا أن ليبيا اليوم أصبحت كتلة من الأخطاء وتعمل لإزالتها على حد قوله. كل هذا جاء في لقاء خاص مع عبد الباسط قطات في قناة طنانسح. ماشيين سلمي، ماشيين بنلموا الناس، ماشيين بنلموا الشمل، ماشيين بنقلب الصفحة، ماشيين بننظروا للمستقبل. إذا كان واحد لا يبي لم الشمل ولا يبي شيء سلمي ولا يبينا نقلب الصفحة ونشوف المستقبل، يعني شو بنقول لنا هذا؟ احنا ماشيين الميدان، ماشيين الميدان، إن شاء الله ما يوقفنا حد بإذن الله. هذا ما عندي ما رد عليه، نحن حنكون في ميدان الشهداء، هذا ردي عليه. من جهته قال مدير مديرية أمن طرابلس العقيدة صلاح الدين السموعي، قال إن تظاهرة 25 من سبتمبر لا زالت ملغاة، داعين المواطن للتقيد بهذا القرار. هذا وأضاف السموعي في تصريح صحفي أنه أبلغ منظم الحراك عبد الباسط قطيط بعد وصوله بأن المظاهرة ملغاة وفقا لقرار مديرية الأمن بالخصوص. هذا وأكد مدير أمن طرابلس بأن ميدان الشهداء مغلق، وأشار إلى أنه أخطر النائب العام وحمله المسؤولية التامة مما قد يحدث جراء مخالفة الأوامر على حد قوله. اتهم عميد بلدية تجرح حسين بن عطية رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج بمحاربة عمل البلدية، ودعا عطية إلى تعليق عمل البلدية بسبب الحرب التي يتعرض لها من السراج ووزرائه على حد تعبيره. هذا وأضاف عميد بلدية تجرى أن السراج والمسؤولين يريدون الفشل للبلدية عمدا، داعين المواطن للمطالبة بحقوقه بيده. إلى الخبر الأخير من هذا الموجز، حيث أفادت مصادر من مدينة صبراتة بتجدد الاشتباك في المدينة وصفت بالعنيفة منذ صباح الاثنين في محور الآثار. المصادر أوضحت أن حصيلة قتل غرفة الوادي وصلت إلى 17 قتيلا منذ بدء الاشتباكات و50 جريحة، بينهم 27 من العناصر المساندة لغرفة الوادي. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.